ليالي الطرب ما بتخلصش مع شباب العازفين في مسابقة الموسيقى والكورال ومع أصوات شبابنا المبدعين في مجال الغناء. مهرجان إبداع الموسم التاسع بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم كامل من الأستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهارده معادنا مع مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي. مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي بيشارك فيها 19 جامعة متخصص وغير متخصص من كل الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة. هيتنافسوا على جوائز قيمتها 455 ألف جنيه مصري للكورال و 574 ألف جنيه مصري للموسيقى. جوائز مسابقة الموسيقى والكورال بتحمل اسم اثنين من القامات الموسيقية الكبيرة. جائزة الموسيقى بتحمل اسم الموسيقار سيد درويش فنان الشعب. ولد السيد درويش البحر في 17 مارس عام 1892 بكوم الدكة الأسكندرية. سافر سيد درويش مع فرقة أمين عطلة إلى الشام مرتين، وقد تهيأت له الفرصة لتعلم فن الموسيقى على يد أحد أشهر رجال الفن آنذاك عثمان الموصلي. اتجه درويش إلى التلحين فأجاد تلحين الأدوار والتقطيع والموشحات، وقد كان الشيخ سلام حجازي هو أول من قدم سيد درويش إلى الجمهور القاهري عام 1915. استلم ألحاني من روح الشعب بكافة فئاته فاختلط بالناس وعاش بينهم، مما مكنه من طرح مشكلاتهم في موسيقاه ولقب بفنان الشعب. من أشهر أدوار سيد درويش يا فؤادي ليه بتعشق يلي أوامك يعجبني وغيرها، ومن أشهر تقاطيقه أهو ده اللي صار خفيف الروح بيتعاجب، ومن أشهر أوبريتاته شهرزاد والعشرة الطيبة. توفي فنان الشعب في مدينة الإسكندرية يوم 15 مارس عام 1923. أما جائزة الكورال فبتحمل اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الموسيقار محمد عبد الوهاب بلبل مصر فنان الشعب ولقب عن جدارة بموسيقار الأجيال، حافظ على مكانته في الصدارة لستة عقود كاملة، كما تميز بدقته البالغة في انتقاء كلمات ألحانه. ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب في مارس من عام 1901 في حي باب الشعرية بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم وهو في سن السابعة، تربى على ألحان وموسيقى سيد درويش، وبدأ رحلته الفنية مع أمير الشعراء أحمد شوقي وتغنى له كليوباترا والجندول. بدأ عبد الوهاب الفن مطربا بفرقة فوز الجزائرلي عام 1917. درس العود في معهد الموسيقى العربية عام 1920، ثم عمل في الإذاعة. كان لعبد الوهاب الفضل في إدخال السينما الغنائية لمصر منذ فيلمه الأول الوردة البيضاء، وقدم في السينما عددا من أجمل أغانيه. لحن الموسيقار عبد الوهاب للعديد من المطربين في مصر والبلاد العربية، منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ وغيرهم من الفنانين. كرمته معشوقته الجميلة مصر بإنشاء متحف يحتوي معظم مقتنياته الخاصة وتمثال في ميدان باب الشعرية تخليدا لذكرى. خلوني في البداية وقبل انطلاق اليوم من مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي أننا أفكركم بأعضاء لجنة التحكيم: الموسيقار الكبير هاني مهنا، والفنانة الكبيرة صاحبة الصوت المصري الأصيل نادية مصطفى، والموسيقار الكبير الدكتور سامي الحفناوي. لكل مسابقة من مسابقات مهرجان إبداع رسالة وهدف ومضمون،
وفي مسابقة النهاردة كان الهدف واضح وصريح، وهو إن الفن والموسيقى أداة لتوصيل القيم الإنسانية ومحاربة كل ما هو سيء ورديء. عروض الفرق المشاركة بمسابقة الموسيقى والكورال لفتت أنظار متابعيه، وأيضاً خطفت آذان أعضاء لجان التحكيم بعد أن أظهروهم بمهاراتهم في تقديم الموسيقى والغناء بأداء احترافي كبير. كمان كانت المنافسات القوية بين الفرق الموسيقية دليل على ثراء الموسيقى العربية ووجود نماذج مشرفة مستنية الفرصة عشان تشوف النور. السادة الحاضرين معانا، السادة أعضاء لجنة التحكيم، لسه مكملين مع بعض مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي مع شباب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللي هيقدموا لنا في مجال الكورال السوليست سلامات يا حبايب أداء إسلام أشرف، بعيد عنك أداء مكليوس جمال، تعب القلوب أداء الحسن محمد، مدلي ألحان محمد عبد الوهاب، علي إسماعيل، بليغ حمدي، محمد سلطان طبعا مع حفظ الألقاب، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد. يلا نبدأ وما ننساش شعارنا مع إبداع حقق حلمك. ترجعيني يا غربة دوبيني
ترجعيني وتروحيني لبلدي، أنا في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي، أنا في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب يا مراد
احكيلك فين عندي كلام وكلام وحاجات فين دمعك يا عين بيريحني بكايا سعاد بيريحني بكايا سعاد بخاف عليك وبخاف تنساني والشوق إليك على طول صحاني 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 غلبني شوق غلبني 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 وليل البحر البار حيرني ومهما السر سهرني لا طول بعدك يغيرني ولا ليالي بتبعدني بعيد بعيد عني مكملين معاكم فعاليات مسابقة الموسيقى والكورال بالموسم التاسع من مهرجان إبداع. تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة. فاصل ونواصل. استفدت استفادة كبيرة جدا من إبداع، سواء من مطربين صحابي، من مدربين، من لجنة التحكيم. استفدت استفادة كبيرة جدا بصراحة. نفسي ترجع الأيام دي تاني أو أشارك في إبداع تاني بصراحة. يعني هغني لكم حاجة اللي أنا كسبت بيه. قلبي بينادي عليكي كلمي طال نداه وحياة عينيك اسمعي اسمعي مع إبداع حقق حلمك. ما بقاش
معاك يا قلبي ابعد عنهم يا قلبي ابعد عنهم واتوب اتوب 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 ابعد عنهم واتوب اتوب 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 ابعد عنهم واتوب اتوب 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 نمرة اتنين الخلقة الرايقة
الهيئة نمرة تلاتة الهيئة لايقة نمرة أربعة الطاعة الكاملة الطاعة الكاملة من أصغر فنان للبطلة مين البطلة؟ البطلة هي الفرقة والفرقة هي البطلة عشان الفرقة ومجد الفرقة كل الفرقة بطاط البصلة كل الفرقة بطاط البصلة Thank you.
حطت لابوكي مع الجار 200 جنيه ولا مش راضي يا جمر على نور العين نازلي يا جمر دي حلاوتي زين شوكولاته وعجبان حطي توبي على توبي وكمان توبي على نور روح يا بنت انا مخطوبه للقمر على نور العين نازلي يا جمر دي حلاوتي زين شوكولاته وعجبان غنوا معانا يا مصريين
اسكندريه ماريا وترابها الزعفراني. اسكندريه الفن والذوق والشياكه والجمال، فعلا اسكندريه. انا كنت متوقعه ده، ما شاء الله يا مايسترو. بوجه لك كمان تحيه كبيره حضرتك. انا قريت الكلمه اللي حضرتك كاتبها في البانفلت، يعني ايمانك القوي بالفرقه بالفريق اللي مع حضرتك، وايمانك بالموسيقى العربيه وفي تهذيب النفس واثرها في ارتقاء بالمشاعر، ده شيء فعلا نبيل كلنا لازم ان احنا نؤمن بيه، لان لو امننا بالرساله دي اعتقد هتفضل لمصر رياده العمر كله. فاحسنت جدا جدا يا ماسترو في اختيار المقطوعات الموسيقيه، ابتديتها بالفن طبعا، ودي من المقطوعات الجميله اللي خلتنا نبتدي نتسلطن معاك. بعد كده بقى خفة الدم والشقاوة والحلاوة والجمال طبعا، البنات والولاد وتعبيراتهم، مش بس في الصوت، تعبيرات كمان الحركة، التعبيرات الجسدية في الغنى كان برضو أخدني جدا وشدني جدا. وبحيي الفريق الموسيقي كمان اللي صاحب فريق الكورال، ويعني متحيزة للمرأة شوية، فبرضو كمان مبسوطة وسعيدة بالعناصر النسائية الموجودة في الفرقة، بحييهم. الميدلي أكتر من رائع، أحسنت جدا جدا يا مايسترو. السولوهات إسلام شرف، غنيت السلامات يا حبايب، أغنية شعبية جميلة وشيك ويعني حلوة، غنوة حلوة، وشوف الناس كانوا قد إيه متفاعلين معاك. لكن أنا عندي نصيحة بس صغيرة، إن أنت تتعامل إزاي مع الميكروفون، زي ما قال الأستاذ هاني قبل كده لبعض الولاد، يعني إنه يعني في العالي هنبعد شوية، في الواطي هنقرب. إزاي تتعامل مع الميكروفون ده طريقة يعني منتهى الأهمية إنك أنت تعرفها، علشان يكتمل الشكل أو العمل كله يعني، وشكلك كمطرب قدام الميكروفون. مهم التعامل وشويه تدريب بقى فوكاليز، ان شاء الله يعني هيبقى صوتك هيبقى افضل كمان. احسنت مكاريس، احسنت جدا جدا. غنيت غنوه صعبه بس انت يعني كنت قدها، ما شاء الله عليك، بتغني وانت سايب ايدك، يعني مريح جدا وهو بيغني ان الواحد ما يتعبش اللي قدامه. فانا كنت سامعاه بيغني بيقول عرب حلوه قوي في مكانها، بكل سلاسه بيغني وصل لي، لانه كان بيغني باحساس حلو قوي، فكان داخل قلبي. فصوت ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يكرمك وتبقى يعني تبقى تستحقه، لان انت تستحق كتير. انت صوتك بجد صوت، انا فخوره انك انت مصري، وانك انت باذن الله يعني تنور المحافل المصريه في كل مكان بصوتك الجميل. ربنا يوفقك يا رب يا مكارس. الحسن، الحسن خامس صوتك حلو قوي، بس هي قريبه من الاستاذ محرم فؤاد، ربنا يرحمه يا رب. طبعا صوت جميل وكلنا بنعتز بيه، وتاريخ حافل برضو من الأغاني والحاجات اللي قدمها الجميلة. انت اخترت غنوة لايقة على صوتك اللي هو فيه شوية شبه من محرم فؤاد. إذا انت عايز تبقى ليك شخصية مستقلة، وده مهم جدا، ما تسمعش الأستاذ محرم فؤاد كتير، اسمع لمدارس كتير وتعلم منهم كلهم، ما تتعلمش من حد واحد بس. أحسنتم يا أستاذ، أحسنتم جدا جدا. مايسترو بالذات احسن كويس قوي في انتقاء الاغنيات، بس هو الكومنت البسيط قوي ان كان في مساحات في بعض الاغاني تعمل فيها كونتر بوينت وهارموني ما اتعملتش، زي الفنون زي الحاجات دي، يعني ما يبقاش فيه ميلودي للشباب والبنات صرف، لا كان مفروض يبقى فيه توزيع عشان نحلي الاغنيه، لان ما بين الكلاسيك الميلودي وبين التوزيع ده زي الابيض واسود والالوان. احنا في عصر اهو 2021 المفروض نسمع الوان مش ابيض واسود، عشان كده ده الكومنت البسيط اللي بقولك عليه. باختصار احنا بنقول ان انتوا كلكم احسنتوا، ما عدا الكومنت الصغير اللي قلته المايسترو، انما في كل الاحوال البنات كروانات والشباب ايضا كروانات، فنتمنى لهم مستقبل باهر ان شاء الله. والموسيقيين طبعا يعني مش عايز انساهم، القانون الاورج اللي منوره الدنيا دي. اه والله
الأورج الصغير والكبير، بس الكبير محترف يعني ما شاء الله. عندنا الناي، عندنا الكمانجات، كلهم ما شاء الله زي الفل. أحسنتوا جدا جدا يا أستاذ. خلصت مسابقتنا النهاردة، ولكن مسابقتنا مستمرة معاكم في مهرجان إبداع الموسم التاسع، مع تمنياتنا لكل المتسابقين بالنجاح والتوفيق. وما تنسوش دايما شعارنا مع إبداع حقق حلمك. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، وكنز بيفضل في رحلة. بنغني بقالنا سنين، وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة. بنغني بقالنا سنين، وكمان هنغني سنين قدام. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكرة، هيكون أول سكة بكرة. افرض حلمك على قد الدنيا، الدنيا تساع. أصلها إبداع، عينك شايفة بعيد. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكرة، هيكون أول سكة بكرة. افرض حلمك على قد الدنيا، الدنيا تساع. أصلها إبداع.